هنتكلم مع حضراتكم دلوقتي بشكل أكبر عن أهمية متحف الآثار التعليمي في جامعة طنطا بالنسبة لطلابنا المصريين والوافدين، مع ضيفنا عبر سكايب الدكتور ممدوح المصري عميد كلية آداب جامعة طنطا وأستاذ علم المصريات. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بك يا فندم. يعني خلينا في البداية نتكلم عن متحف الآثار التعليمي في كلية الآداب، مزيد من التفاصيل عن هذا المتحف يا فندم. طبعا برحب بكم في صرح مهم جدا في صروح العلم يا كلية الآداب جامعة طنطا. الحقيقة ان احنا السبب الرئيسي لو اذنتيلي نرجع بالفكرة شوية هو ان احنا الحقيقة كان محتاجين يعني تطوير لفكرة العملية التعليمية بحيث ان احنا يبقى عندنا اكتر من وسيلة تعليمية. الحقيقة كان الوسيلة الاولى ان احنا دايما الطلاب بيروحوا المتاحف عشان يتعلموا الدراسات المتحفية في المتاحف المختلفة، سواء إذا كان في متحف القاهرة، المتحف المصري أو الإسكندرية أو غيرها من المتاحف. صحيح. الحقيقة بدأت الفكرة تبقى موجودة عندنا، تبقى تحت إيد الولاد أن احنا لازم يبقى عندنا متحف تعليمي موجود بالكلية. الحقيقة قدمنا الفكرة للجامعة والجامعة الحقيقة وافقت على إنشاء المتحف التعليمي. المتحف بتاعنا ده الحقيقة تم افتتاحه تقريبا من 2019، ولكن حدثت عليه عملية تطوير كثيرة جدا كان آخرها في وقت قريب تقريبا من حوالي شهور بسيطة. المتحف الحقيقة بيتناول قصة الحضارة المصرية، وليست الحضارة المصرية فقط ولكن أيضا يعني بينفتح على حضارات العالم الأخرى، تحديدا حضارات الشرق الأدنى والحضارة اليونانية والحضارة الرومانية وأيضا الحضارة البيزنطية ثم حضارة مصر في الفترة القبطية. المتحف بيبدأ بمكتة الحجر الرشيد، الحقيقة اللي أو كان مفتاح سر الحضارة المصرية، واللي بيها نجحنا أن احنا نتعرف بشكل كبير جدا على الحضارة المصرية وأسرارها بعدما نجح شامبليون في فك رموز حجر الرشيد. صحيح. وده بيبدأ يحكي عن قصة هذه الحضارة. ثم بعد كده حضرتك بدأنا نتكلم في عرض متحفي رائع عن الآثار الموجودة من آثار ما قبل التاريخ انتهاء للعصر الحديث. ده تقريبا فكرة المتحف وإن شاء الله. احنا بنتكلم تقريبا عن 200 قطعة أثرية أو نموذج لقطعة أثرية دكتور ممدوح، لو حضرتك توضح لنا أكثر عن ما يحوي هذا المتحف من قطع أثرية، نتكلم عن تفاصيل عنها يا دكتور. طبعا حضرتك احنا بنبدأ بعرض مجموعة من اللوحات المهمة جدا للمقابر والمعابد المصرية على مدار تاريخها على حوائط هذا المتحف التعليمي. إضافة لأسلوب عرض جديد هو مجموعة من التماثيل بتعرض حضارة مصر منذ عصر ما قبل الأسرات مرورا بعصر الدولة القديمة بملوكها البارعين من أول مينا موحد القطرين وصلاية معرمر مرورا بما خلفه ملوك الأسرة القديمة. ثم حضرتك بنستمر في عرض لي أهم تماثيل الأسرة أو عصر الدولة الوسطى ثم الدولة الحديثة والعصر المتأخر، ثم بننعرج بعد ذلك على حضارة جديدة هي حضارة العصر اليوناني الروماني أو حضارة مصر في العصرين البطلمي والروماني، بداية من مجموعة رائعة من تماثيل الإسكندر الأكبر، ثم بعد ذلك مجموعة من ملوك البطالمة انتهاء بعصر الملكة كليوباترا السابعة، ثم بيجي بعد ذلك العصر الروماني بمجموعة من الأباطرة المتعددين بداية من الإمبراطور أوغسطس وانتهاء تقريبا بعصر القرن الرابع وبداية ظهور الإمبراطور قسطنطين لتظهر حضارة جديدة هي الحضارة البيزنطية. ثم بعد ذلك بنجد حضارة العصر الإسلامي بروعتها بفنها الجديد المتجدد بما فيها من زخارف نباتية وزخارف هندسية رائعة تتناول قصة الطبيعة في تجسيد حي كبير جدا في هذا الفن، ثم ينتهي بالعصر القبطي أو فترة الفن القبطي اللي فيها بقى الحضارة الرائعة اللي بدأت تظهر كموروث ثقافي للحضارة المصرية القديمة، وبدأ ده يتجلى بشكل كبير جدا في اللوحات والزخارف والموضوعات المصورة، سواء إذا كانت هذه الموضوعات تتعلق بفن الفسيفساء أو فن حضرتك الفريسكو أو حتى فن الأيقونات وحتى مجموعة من التصوير الرائعة التي تصور بشكل كبير جدا كرمزية للفن القبطي،
وتعكس حضارة مصر في هذه الفترة الرائعة ومدى مساهمة فترة الأقباط في مصر في حضارة مصر كسلسلة مهمة جدا من سلسلة الحضارة المصرية الرائعة التي تستحق أن احنا فعلا نقف أمامها مبهورين، والحقيقة العالم كله بيقف أمام هذه الحضارة يعني في غاية الانبهار، لأن لها سر في منتهى العظمة وفكرة التواصل. هذه التواصل الحضاري اللي بدأ من عصور ما قبل الأسرات يستمر تقريبا حتى العصر الحديث في فكرة عرض لأهم الإنجازات الحضارية التي بدأها ملوك عصر الدولة القديمة، ثم انتهاء بفترة عصر السيد الرئيس السيسي التي لا زالت موجودة. الطالب بيدخل حضرتك أو الزائر عشان يشوف قصة هذه الحضارة. صحيح. قصة طبعا. هذه الحضارة بمراحلها المتنوعة ومراحلها المتطورة حتى نصل إلى فترة العصر الحديث. أنا طبعا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من حديث وتفاصيل. الدكتور ممدوح المصري عميد كلية أداب جامعة طنطا وأستاذ علم المصريات، أهلا بحضرتك يا فندم، وطبعا كل الشكر لحضرتك.